ضد التشريف، ضد التطرير، ضد التطرير. ضحايا التشميع اللي وقع في المغرب 14 بيت من جماعه عسان المشمع لسبب واحد، لان الاعضاء ديالو انتموا لجماعه بن عسان. فهذه حلقه من حلقات ديال التعسف اللي كتعرض لها جماعه بن عسان منذ التاسيس ديالها. ولماذا جماعه بن عسان يعني ترفض الانبطاح، ترفض ان تنبطح على بطنها وتاكل من فتات، بل أردنا أن نمشي منتصبي القامة ونقول كلمة الحق ونقف مع المستضعفين في المغرب كامل، جميع المستضعفين، جميع الضعفاء نقف معهم ونؤيدهم. هذا هو السبب الذي جعل الدولة تشمع بيوتنا، ونسأل الله عز وجل باش يرجعوا للرشد ديالهم ويكون في الدولة ناس حكماء، ناس اللي يخدموا يعني الرشد ديالهم والحكمة ديالهم باش يرفعوها هذا الحصار، لانه كيضر السمعه ديال الدوله ديالنا في العالم، كيضر السمعه تاع الدوله ديالنا في العالم. المطلب ديالنا هو يعني رفع التشميع في البيوت ديالنا. واش انت دابا البيت ديالك يجي واحد الوقت خدمتي دابا 30 عام مع الدوله ودرتي فليشات درتي البيت ديالك، كتجي كتلقى مشمع كيشمع لك البيت ديالك، شنو درت مخالفة تاع التعمير؟ قول لي راه خالفتي، راه درتي مخالفة. احنا ما خالفنا شيء، البيت شريناه كما هو وحاكمني، وما القضاء يحكم بشي حاجة احنا نديوها. اما تجي تشمع، يجي القايدة ويجي تجي الإدارة وتحب تشمع داك الشيء البيت تاعك، فهذا هذه ماشي دولة الحق والقانون، ماشي دولة الحريات، هذه دولة ديال التعسف، دولة ديال التعليمات. عودوا لرشدكم، خدموا العقل، خدموا الحكمة. جماعة بحزان جماعة موجودة في المغرب كامل، ما يمكنش تحاصروها، ما يمكنش تحاصروها، ديروا معها شي حل. ماشي محاصرة البيت المجتمع بيوت ديالها راه غتمنعوها. راه لما حبستوا بيت هنا في الدار البيضاء راه تفتح 30 بيت ولا 40 بيت باش يكونوا عارفين. ما يمكنش تمنعنا. إذن فاستخدموا القانون ويعني وخليوا البيوت ديالنا. إلا كان شي حاجة كنديروها حرب، نقول لك راه كديروا شي حاجة ماشي هي هذيك، وحربنا بالقانون. حنا دولة الحق والقانون، أو لا؟ تتفق معايا؟ القانون هو اللي يحكم هنا في هذه الدولة، دولة ديال العهد الجديد، دولة ديال الحق وحقوق الإنسان، دولة ديال القانون، يطبقون علينا القانون، ديك الساعة حنا ما كاين مشكل. إننا نبغي رضاك، إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا. مرتضينا غير ما ترضى لنا، أنفسا طاهرة طهر الحرم، أنفسا طاهرة طهر الحرم، تملأ تاريخ مجد وكرم، تملأ تاريخ مجد وكرم، وفيات للعهود والدمام، وفيات للعهود والدمام. يا شباب العالم المحملي، يرقصوا قومنا شباب المنتجين، يا شباب.